قام في أحد المرات بمهاجمة زوجته في بيت أهلها وأطلق النار عليها، قتلت زوجته، إضافة إلى أن والدها أصيب برصاصة. طبعا هذا الكلام اللي تحدث به والدها. الوالد أيضا تحدث بأن زوج بنته يعمل تاجر مخدرات، هذا الكلام على مسؤوليته، وهذا الوصف هو اللي وصفه أنه، وأنه هي أحد أسباب المشاكل الزوجية بينهم. لذلك تصاعدت هذه المشاكل ووصلت إلى القتل. جريمة مروعة حدثت في منطقة حي العامل وسط مدينة كربلاء. شخص قام بالتهجم على دار أهل زوجته وقتل زوجته، و يعني إصابة والد زوجته. راح أخلي والد الضحية يتحدث وشقيق الضحية كذلك ونعرف التفاصيل أكثر. السلام عليكم حجي، بقى بحياتكم. حجي شنو اللي صار وياكم بالضبط؟ والله عمي هاي الدعوة صار لها 4 أشهر يهدد بينا، يجي يغلط علينا، يجي يشتمنا، يجي يسبنا، يجي أمرار هواية ضرب جيلات بباب حوشنا. وقلنا لأهله، أهله يدرون بيه، أعمامه يدرون بيه، أخواله يدرون بيه، ما حد يرده. واللي هسه بالأكثر قامت تدفع بيه أمه دفعته علينا وإجا لهنا وضربنا 3 طلقات وضربنا 3 طلقات، واحدة طاحت فيها. بنتك اللي هي الضحية زوجته كانت موجودة ببيتك وجدتها؟ موجودة ببيتي، هي ببيتي هناك، ذاك البيت مو هذا البيت، هذا هسه البيت بي أخوي قاعد، هاي البرانية مالت أخوي، بس أنا بيتي بصفة. ضرب عليها طلقات قتلها؟ ضرب عليها طلقات، طاحت واحدة بيها وواحدة بيها، هاي فجرتي وبتي طاحت بيها ببطنها وقفت باليم الكلات يمكن. توفى، صار نجيب داخل وماتت. زين هو شنو؟ هو تاجر بالمخدرات، هو واخوه من ضربنا تشيلات، اجى هو واخوه على دراجه، من ضربنا وطحنا صوبنا وبنت طاحت خلوه وشردوا. يعني زوج بنتك عفوا الضحيه او المرحومه كانت موجوده او زعلانه يمك بسبب تجارته بالمخدرات؟ اي، قالت له بطل ارجع لك، ما تبطل ما ارجع لك، هو ما يقبل يبطل، هو يقول انا هاي تجارتي وعندي فلوس واشتغل به هنا. والله هو من كان يشتغل عامل بنا هسه صارت عنده، قام يشتري تكتيك ويشتري سيارات. جبركم انه لازم ترجعوا للمره؟ جبرنا هوايه ما اعطيناها اياه. اجا وغلط وشتم وتعارك، وهي المرحومه الله يرحمها ما كانت تعطيه مجال، حتى قامت تطرد بيه. هو بيوم اللي اجى راد يضربنا قالت له روح شفين شرك، ابوي مريض واخوي مريض واحنا تعبانين وما لنا خليق، روح. سحب سلاحه وضربنا، طاحت طلقه بي فجرتي وطاحت طلقه ببتي وطلقه بالجو ضربها. هو هسه حاليا البارحه كامشينا العصر، كامشينا بسيطره مال يا سيطره، ما عنده هويه على اساس يريد يطلع من كربلاء. اي بالسجن، بس هو وحده. احنا نطالب من الله ومن الكاظمي اريد اعدامه هو واخوه، لان هو هسه حتى الحاكم من اطل التقرير مالته شو اسمه 406 لازم اعدام. ماده 406 لازم اعدام. اذا انا لحد الان ماكو فاتحه هاي ترحيم البتي. إذا عدم إنسان باكر من الصبح أسوي فاتحة. بنت عمرها 22 سنة، مواليد 90، مواليد 2000. بعدها الله وكيلك ما شايف شيء بالدنيا. هو 9 سنين متزوجها، هال9 سنين والله ما قعدت وياه يوم مرتاحة. والله أخذها مثل القمر، وهسه اللي وجهها أصفر وكركم صار. حد من ماتت هي وجهها أصفر. من كتلها ما شافت الراحة من عده، والله اشلاع قلب كله بشلاع قلب وياه، وبس الشتايم عده وبس التهديد، ساعة يهد علينا بسكينة، ساعة يجيب له قامة، ساعة يجيب له منشار مال خشب. اي اخر شيء هو ارتكب بجريمة، ضربنا تشيلتين
شيله بنتي وشيله بي وشيله بالجو. اول وحده طاحت ببنتي، من طاحت تمرغلت دنقت عليها اجت الوحده هي ستهاني. انا عبالي الباب دحكت له والله، بس بعدين من شيلت بنتي حطيتها بالسياره مديت ايدي لان ايدي متروسه دم كبود، عرفت روحي من الصوب. هسه هي هاي حرامهم زرقاء وبت بالوادي دفناها اليوم.